خدمة امتحان كان فيه الخدمة كان طويل كان طويل ولكن لا فيغيتي تعاملوا معنا شوية خلاونا ننقلو مي با بوكو صراحة كان خصك تخدم وكان طويل امتحان فيه دي بياج بياج من هنا بياج من لي صراحة إلا ما خدمتيش ما غاديش تجاوب على داك الامتحان وما كيتقاداش كنت خليني نهضر صراحة الفيلم الامتحان راه ما كيتقاداش المهم في العشية الصراحة لونجلي أنا الصراحة ما عنديش بزاف مع لونجلي ولكن تقت في الله تقت في القدرات ديالي والحمد لله تحط ساهل درت رايتين الأول درت كومبريانسيون درت لا لونغ الحمد لله كل شيء مزيان راني زوينة راه هذا صافي ولكن غدا الوحش الوحش الكبير غدا المات الدراري غير اجيو باش تشوفوني كنبكي دابا راه كنبكي كنضحك والابتسامه العريضه فهمتيني حاش الابتسامه ديالي هي سر النجاح ديالي ولكن الدراري غدا المات الوحش شوفوا الا ما طاحش فيا شي استاذ في الناس ولا شي استاذ كيدوي مع شي استاذه مشيت فيها سقط الحال وي وي كنت كندير تياتر وهذا وكملت وحبست واحد لقيته وان شاء الله غادي نعاود نرجع مورا الباك ان شاء الله يكون ان شاء الله اي فوالا صافي هادشي اللي كاين نتمنى كلشي ينجح لا فيغيتي كلشي يسالي ينجح في هاد المدرسه ونتمنى واخا نتمنى كلشي ينجح حيتاش انا حيتاش صراحه انا صحابي عزيز عليهم بزاف ضحوكيه قلبي بيض كنعاون كلشي راه وفوالا فهمتي وهادشي اللي كاين صافي كنتمنى لك التوفيق شكرا ديال لينا من بعد ابري الباك لا فيغيتي انت ما كرهتش نمشي لبرا نكمل قرايتي تماك ونجي ندير ديزانفيستيسمون هنايا في المغرب الدوله نقدر نمشي لا فرنسا في توسخات كندا المان لونجلتير المهم هادشي الا بقيت في المغرب راه غندفع لي زيكول بحالي بحال عباد الله راه ما عندي ما ندير شنو غادي ندير هي ترا جرين بوند المهم المهم الدراري هادشي اللي غادي نقول لكم دابا تمنوا لي الخير غدا عندي المات شكرا بزاف عندك بالما لا 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 ما كاينش المات والو 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 لا كونسونطراسيون ديالك قبل الامتحانات كيفاش كتكون لا كون كنسمع الموسيقى بزاف كنشطح على الموسيقى لا دانس تقدر ديري لنا شي دانس من بعد كنت كونسونطرا مزيان كندير ريسبيراسيون مزيانه وكنقول سوره ديال القران اي سي بون كندخل ندوز الامتحان ديالي وكنثق في القدرات ديالي شكرا ميرسي بوكو اي جو فولي جوست دير ان تريك لي غا لي غيجيبو استدراك يلا يسر ولا غيسقطوا اي كونفيونس ان فو باسكو سي با لوم كي في لو ديبلوم ميرسي بوكو كان في المتناول في الصباح فيزيك دا زوين كان في المتناول كيكون بحال مثلا شي درس بحال مثلا الكهرباء عطاونا فيه الار سي اللي كيكون في المتناول بالنسبه للتلاميذ مثلا اللي كنقول هاد الهضره كافه التلاميذ انطلاقا من الخدمه ديال الوطنيات اللي كنا خدمنا قبل ومن انطلاقا من البريباراسيون اللي كنا بريبارينا يعني كيكون في المتناول كيكون ساهل عكس اللي كانوا قبل العوام لونغلي اللي كيكون بحال ماشي كيكون بازي في لونغلي راه كيخدم مزيان ليمون بازي راه ماشي بجامع المواد ماشي غير في لونغلي المات ان شاء الله نتمناو يكون في المتناول حيت المات هو ديك الحلقه الاقوى في هذا الوطني كامل يعني تقدر لا خدمتي فيه مزيان وجبتي فيه نقاط تقدر تنجح لا ما خدمتيش راه ما غدير والو هي المات صراحه اس بي تي يعني كتلقى لها الدو تقدر بحال مثلا انطلاقا من الوثائق تجاوب اما المات تقدر تغلط مثلا في رمز زائد ولا ناقص يقدر يمشي لك كلشي ماشي بحال اس بي تي كتلقى التحليل ديال الوثائق والتفسير كيكون فيه ما كيكونش فيه فهمتي شي صعوبات بالغه كتكون سهوله كيكون فهمتي في لباقه الامتحان ديال اس بي تي ما كيكونوش فيه بزاف ديال الحفاظه حنا متخوفين من المات غدا من المات متخوفين منه غدا يعني نخافوا يكونوا فيه شي صعوبات حيت انه هذا العام هذا من حسن الحظ ديالنا زادوا في البروغرام الاحتمال والهندسه الفضائيه يعني كتكون واحد 6 نقاط في المتناول بالنسبه للتلاميذ اللي كيكونوا ماشي بلي فور في الماط يعني كيكونوا مستوى متوسط كيكون فهمتي عندهم مجال فاش يجمعوا النقاط عكس العام اللي فات اللي ما كانوش كانوا بروغرام تحبس عند في التكامل كانت تحبس البروغرام وما كملناش وهذا العام هذا ان شاء الله يكون خير راسك انك دوزتي فواحد الاريحيه وجو مناسب يعني فهمتي بالنسبه
المؤسسه بالنسبه للمؤسسه اللي دوزنا فيها احنا كانت واحد بحال باقه في التعامل مع التلاميذ. لا ما كانش ماشي الزيار ماشي كيغمضوا عينيهم فهمتي. لا كان بنادم كيعرف ينقر راه هما غيشوفوا راه اوتوماتيكمون غيحيدوا لي النقله. ماشي نقول لك زعما يشوفوا ويخليوا لي النقله. حتى هما مثلا دابا واحد الاستاذه قالت لي واحد الكلمه قالت لي راه ملي كيساليو راه كيشوفونا حنا اللي مسينين في ديك النقطه في ديك الوطني. يعني الا كان شي انفيلات من ناحيه زعما النقله راه كيرجعوا لهم هما الاولين. داكشي اللي كاين ونتمناو النجاح لكافه التلاميذ يفرحوا والديهم ما على قبل الوالدين صافي. داكشي اللي كاين اخويا بارك الله فيك. فهمتي اللي راجع راه غادي يخدم مزيان. اللي راجع راه يخدم مزيان الحمد لله. شويه نطلبوا الرجاء ان شاء الله. الصباح لا انا دوز سيونس ماشي سيونس كي داز عليك مشع الفيزيك داز شويه مزيان مشحر شويه فيليب بيا جا بزاف بزاف. هاد العشيه لونجلي زوينه شويه لا لا والو والو مدرسه زوينه الحمد لله شويه فهمتي راه الحمد لله. اللي جاب وراق ما كاينش تليفونات ما كاين حتى شي واحد مكيت لشي حاجه مدرسه زوينه فهمتي طالبين داكشي الماتش شويه الحمد لله. غدا ان شاء الله ندوزو مزيان ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله. يكون خير يكون خير الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك الله ديما قرينا شي ديما قرين ديما راجع تحيه الله يحفظك ديما كيدعوا معنا في فاجات ديما الله يحفظك. دعوا معنا اخويا ندوزو مزيان وان شاء الله وان شاء الله بوطه ولا رجاويه ان شاء الله. الله يحفظكم ديما قرين بو تعادل عادي اي فرقه تقدر تعادل تقدر تخسر المهم حنا ما نبطوش يدينا وبطوله رجاويه ان شاء الله. الله يحفظك اخويا الله يحفظك الله يحفظك.